الحسين يدا بيد ندافع عن سيدنا معاوية، يدا بيد نسترد حقوقنا ونسترجع حقوقنا بإذن الله. حفظكم الله. صحيح مسلم يا ناصبي، انتم نواصب كما هم روافض، هناك نواصب وهو انتم بتوع معاويه الذي امر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم، مش صحيح مسلم معروف. وهذا التشيع، هذا العصبيه لاجل معاويه الذي كل ما نعانيه الان من معاويه، وانتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وانا كنت هكذا، انا من اهل الانبار، والانبار نواصب، لاحظ، لان يحبون معاويه وعلي ما عنده مشكله، ما مش 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 بتاعنا هذا علي. حينئذ يا سيدي الكريم، انا هذا كلامك يسعدني، ليش؟ حتى ما تحزنون كثير لما تسمعون ماذا يفعل الشيعه في العراق وماذا يفعلون في في في, في, في كلكم سواء، روافض ونواصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن ان تكون مواليا لعلي وقاتله؟ للحسين وقاتله، ما يصير، لو هذا لو هذا، اختار لك واحد منهم. ولهذا يا وليدي اتقوا الله في انفسكم، صح هذه وراثه، ووجدنا اباء، لكن صرنا كبار وتعلمنا وقرينا وتبين كلها لعبه يهود. يا وليدي خليك مع النبي وال بيته. والله العظيم مصيبه هذه الامه من معاويه، وانه لو تقرا هذه، اذا تقول بالاحاديث، ابو هريره يقول: والله لولا اني اخاف على هذه لسميت القوم باسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت لمعاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له: هيهات يا معاوية. قال: يا ربي إن هذا الرجل يؤسني من رحمتك، والله ليس لي ما ألقاك به إلا أني لا أشرك بك شيئا. لا. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية، هذا تقول على سيدنا، وقاله قبلك أكبر منك وأكبر مني، قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي. آمين. وأنت إن شاء الله احشرك مع معاوية إن شاء الله. الأخ الجراح تفضل من الكويت. أخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مبارك. سماحة الشيخ وهو يقول كلمة الحق، ولكن فضيلة الشيخ أرجو أن تعطينا فقط دقيقتان للأسئلة وسعة الصدر. أما السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، دقيقة عشان في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله: ذاك إبراهيم، يعني أنه خير البرية. نعم. أن يفسر هذا معني لي الحديث. أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا قرأت حقيقة في منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع صفحة 137 أنه قال: إن الله قد أخبر أنه سيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وكان الخلفاء الثلاثة جميعا مرضيين عند الصحابة والتابعين، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يقولونه ويسبونه ويقاتلونه. أما السؤال الأخير يا فضيلة الشيخ، في قناة دبي قبل أيام سمعنا فضيلة الشيخ العريفي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويهدي الخمر، ألا تنهض غيرة الإسلام ويقول ما هذا الكلام؟ أقول لك ما سمعنا. ما سمعنا بهذا، لكن الشيء اللي أقول لك عليه يا أوليدي اسمع كلام. طبعا هذا الاختلاف هذا من قوانين الكون، فسالت أودية بقدر، هذه آية قرآنية، ما في دين إلا تمشي معه هذه الطوائف قطعا، هذا من قوانين الكون. واحد. اثنين، الطائفة ما تغلب الأمة، تبقى الأمة أمة وفيها طوائف قد تندثر وقد تزول وقد تتحسن. ثلاثة، من الصحابة كان يلعن علي؟ والله ولا واحد. والله أبو بكر الصديق يقول: ما نزل قرآن في أحد كما نزل في علي. لكن البشر قد يختلفون على قضية سياسية. لكن إذا كنت مسلما نقرأ القرآن وليدي، إن هذا الذي يسب عائشة ما تقرأ القرآن، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا مو قرآن، ليس عن هذا، ما سأل عن هذا. قال: الذين جاءوا إن جاب لك عصبة منكم. حينئذ عليك أن تعلم أن الله ترك بيننا كتابا وسنة صحيحة، حج على الجميع. إياك أن تتمسك بطائفة أو بحزب أو بجماعة أو بابن تيمية وغيره، بينك كتاب الله وسنة رسوله. والله حيحاسبكم حساب على هذا الشقاق. من جاءكم، حديث صحيح، من جاءكم وأمركم جميع
يريد أن يفرق بينكم فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. ولهذا قلنا واحد الذي فرق الأمة واحد، فعليكم أن تنتبهوا من هذا الواحد دائما. نسأل الله العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويوحدنا على كلمة طيبة. نعود لشيخنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. حياك الله دكتور. تفضل الشيخ معك. حياك الله. بس بغيت أعلق على بعض الأمور. تفضلي. أول شيء عن معاوية وعلي، أنت قلت يا شيخ أنه يا أما نكون يا علي أو نكون يا معاوية، وهذا ما يجوز. لا يجوز. علي هذا يجوز. معاوية ما يجوز. عفوا لحظة خليني أتكلم. خلي واضح أنا فاهم هذا الكلام. لحظة شوي. وقتنا. لحظة شوي دكتور. عفوا أنت تتكلم ما شاء الله عليك بسرعة وايد. يا بنتي أشياء يعني فيها وايد. باقينا عشر دقائق. يا بنتي باقينا عشر دقائق. خلاص خليك معاوية انتهينا. خليك معاوية. لا لحظة شوي دكتور. لا يا بنتي باقي عشر دقائق. افتهمنا هاي السوالف. افتهمنا نعرفها. نعرفها يا بنتي. خلاص خليك معها الله ان شاء الله يحشرك معها. كفايه هاللعب هذا. واحد يسب أهل البيت على المنابر وسبهم كفر بالإجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد شق المسلمين هذا الشق على خلافه على كرسي وهو اعترف بهذا. نعود سيد الشيخ إلى هو